أنا ساكنة بعيد عن أهلي وأهلي ساكنين يعني مرة بعيد، فأنا لي شهور يعني ما أزورهم، فهل هي إثم أو لا؟ سكن بعيد لكن في اتصال هاتفي يا أختي الكريمة، نعم؟ تتواصلين معهم هاتفيا؟ لا والله ما تتكلمين أنت عن أهل، عن الأهل، الوالدين مثلا؟ أيوة شوفي يا أختي الكريمة، نبهنا في أكثر من مرة وهذا ظاهر بجلاء، حق الوالدين لا يعدله حق أحد من العباد إلا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدم الله حق أحد بعد حقه إلا حق الوالدين، فمهما كان تقصير الوالدين لو فرضنا جدولا نحوك فهذا لا يشفع لك أن تقصري نحو والديك، فعلى الأقل إن عجزت عن الوصول إليهما زيارة ببدنك فلا أقل من الاطمئنان عليهما بالهاتف، ولو في أقل القليل يوما بعد يوم، وإن كنت أقول أقل القليل، وإلا ينبغي أن يكون هناك تواصل مع الوالدين واطمئنان على صحتهما وحاجتهما، ومتى ما غلب على الظن أنهما في حاجة وجب عليك أن تسرعي إليهما، هذا حق عظيم خلده الله عز وجل في كتابه، نسأل الله أن يرزقك حنانا أكبر نحو والديك. نعم.